الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يكون معتقلاً مع حلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، حديث انتقل من مرحلة الهمس داخل قاعات الكونغرس إلى العلن في الساحات والمنابر الإعلامية، خاصة مع إصرار قطاع كبير داخل الحزب الديمقراطي على البدء في اتخاذ إجراءات العزل، وتدعم ذلك إليزابيث وارن العضوة الديمقراطية البارزة في مجلس الشيوخ الأمريكي والتي أعلنت ترشحها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت إن ترامب ربما لن يكون موجودا في هذا التوقيت. مع حلول عام 2020 ترامب ربما لن يكون رئيسا، في الواقع ربما لن يكون حتى شخصا حرا. عزل ترامب عبر تصويت في الكونغرس كما علمنا يتبناه عدد كبير من الأعضاء في الحزب الديمقراطي على رأسهم عضو مجلس النواب الجرين الذي قدم عريضة العزل وأكد عزمه المضي في هذا الأمر الذي يحدث للمرة الثالثة في عهد ترامب والأولى في عهد يسيطر فيه الديمقراطيون على مجلس النواب. عندما تصدر الكراهية من أكبر مكتب على الأرض، عندما تنبعث الكراهية من شخص لديه قوة بحكم منصبه، وعندما تنبع الكراهية من الرئاسة، فإن الحل هو العزل. بيد أن عددا من الديمقراطيين يحبذ التريث انتظارا لما ستسفر عنه تحقيقات روبرت مولر في قضية تواطؤ حملة ترامب مع روسيا ومدى تورط الرئيس شخصيا في هذا الأمر، وربما هذا ما يتمناه الجمهوريون أيضا. أنا أخشى من تركيز الديمقراطيين في قضية العزل والمضي في التحقيقات أكثر من تركيزهم في انتخابات 2020. آمل ألا يفعلوا ذلك. وفيما وصل عدد من صوت بنعم لعزل ترامب إلى 66 عضوا ديمقراطيا، حذر توم ستير الناشط والمليونير الأمريكي بإعلان الحرب على الديمقراطيين ووقف تبرعاته إذا ما تراجعوا عن عزل الرئيس الأمريكي، خاصة مع إنتاجه لعدد من الدعايات التي تحض على إنهاء عهد ترامب واعتقاله. ربما لن يستطيع الديمقراطيون عزل ترامب في المدة المتبقية له داخل البيت الأبيض، لكن عينهم على الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويريدون كشف الحقائق أمام الرأي العام الأمريكي الذي سيصوت لصالح مرشح إما من الديمقراطيين أو الجمهوريين. خالد خيري، الغد، واشنطن.